xilligii salaadda ee nagu dhowaatay markaa waynu iska dadashanaynaa bismillaahi raxmaan raxiim. Maanta waa maalin kheyr qabta, waa maalin jimco ah, waa maalin sidii caadadaynoo ahayd ee aynu ku dhalannay, aynu ku dhaqmi jirnay ahayd. Waxaa maanta aynu magaalada Birmingham ku qabanaynaa meherka Axmed Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Hoodo Cabdillaahi Cali Caamir oo ay maanta labadii waalidba inoo joogaan. Sidii caadadaynoo ahayd waxaynu ku horreysiinaynaa aayadaha qur-aanka ah oo aynu ku furi doono iyadoo ay jimco tahay. Xilligii salaadana aynu ku jirno, waqtigana aynu soo gaagaabin doono, waxaynu ku horreysiinaynaa sheekha Sheekh Cabdiraxmaan Rajwiid oo ah imaamkii Masjid Raxma, sheekha magaalada Birminghamna ah, sheekha xilka inoo haya, reer oo dhan xilka u hayana ah. Maasha allah, Sheekh Cabdiraxmaan Rajwiid, ku soo dhawow. مدى ساخن هايلها يا مركبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. هدنا وحنو كدقلينا سيدي عادتنا إنو أهيد وأن ربنو إنو نسكو حبنو عرقابة إيه قبيلي أولي بدي ماتا كريا ما هولي ويسوس عطا فيو قالوا كتشرا ما إن شاء الله وحنكو ريشنا يا سويدي سيدي ونكو الرئيسين إنو لنكا بارقا وشيخ تلمر أبتشوغ الشيخ محمد شيخ تلمر كسيدة وشيخ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسيد أول شيء يا أيها الأخوية كويس أي من أساس إنه إيو حديد دمو فلني بارك الله فيك زي أو أساس كذا أي من بقينا يعني مرفع فضو خلال ما بريو وأبدأ أقول لك أنا 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 أنا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان عن جو أهوالي إن أنت دغية وعبد الله علي عامرة وعن هل كان عن ويمدعين إن أنت يكسيو إن مهرين. السلام عليكم. بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله مش عارف انه اللي قام قطع هاي الحديث صعب كم التمانين. أتلاح هنقول شنو يا شيخي شيخ عبد الرحمن سجوي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا أنا بقول قليل إن شاء الله تعالى ما دام إن أنت ولقيت شو أبيه شو إن شاء الله نبغى من وعي إنه أسبوع بهرك السبعي وكل ده بحاس غيره كيين ويبوري تيو وإن شاء الله تعالى أنا أبو يوكي شو نور توي تودوني ليش هذيك أقول كيشة كتير نكاتك هذيك عن كاتك سوري إن شاء الله تعالى كابولا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن له وجاء. وقال أيضا: النكاح من سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال أيضا: تزوج الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. شيخ يا شوق شيخ دلمر إن شاء الله تعالى أن كل وجد سو كلمة ينوي له برعوتنا، لكن أنا وحمد الله إن شاء الله تعالى هوش لي وكل شيء أوه إن أنا اسكم مهريو أحمد ولي إسماعيل حاجي نور إيهو عبد الله علي عامر إن شاء الله تعالى خلاص إن شاء الله بركة إن شاء الله تعالى دعاء هرون أخيري استح هرون أخيرا وخطبة الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم كوا أخرين جري مركز سوء ودون يقول وآرم مهم فليه هذه دعوته هاي هذه مهرته هاي هذه أي سك استوى وخطبة جمعة هذه تهاي وبركة سمت هاي والله بركة سدد وأنت كوا أخرين قال أي سوء إسلام سوء دعوة كربو جيري مركز وحوي وآرم بركة سمت إن شاء الله تعالى شيخ ينو يرفع فهيد وإيش إن شاء الله تعالى مركز إن شاء الله هو حليه هاي أي قرب
بسم الله. مركب العربي وكو اخر ان شاء الله تعالى كتب الصومالي وكو شيء دورا مركب مركب الى قبلت وارضت ان شاء الله تعالى. زوجتك وانكحتك موكلتي هودا عبد الله علي عامر اما هودا عبد الله علي عامر على كتاب الله بوكالة وليها إياي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المهر المتفق بينكما وقدره 5000 جنيه استرليني أقبلت نكاحها وتزويجها وبهذا المهر المذكور؟ قبلت. ما شاء الله. وحنكون قوري قود اللي يراه أديقوا عبد الرحمن محمود هرسي أديقوا أحمد ولي إسماعيل حاج النور وحنكون قوري قود اللي يراه وضع عبد الله علي عامر وأبهد إنه كيشين أنكون قوري مير كيدون يهشان كنوا بقية إنجليز كأه وحنكون قوري كتابك الله سبحانه وتعالى يا سنة النبي جاي ماقرش بارك الله لكما وبارك عليكما وجعل لك في خير وحوي أبها على موت بك ما شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن بدل كفرين ما يرسلت إنه ويدو سميسا شيخنا ونوفا فهي قال ففصل وأوضح بركة أوحى هو إبكا لإسكو بارنتم منه وصوية القصنة من لدن آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أنت يعني قيام اللقابي ساسة أمة الإسلام كسعون إن شاء الله تعالى وحقون إنه أكيد ما هو حوية إن الإله إن أمها تقرأ وتفير في الصومالي لها مدد كينا وشرقي غرب يرو بكنا عاد إنت أي ولي يقصدونا نيان ولي والله لنا إلهي إنه سيدا إنه قصي وضعه إلهي إنه كبير وكو خير غبه وسنة لغض الدين في الإسلام كه يوالد كودي يدك بع ويجونا ملك السوء شو جنبا أن تفير دور الإيجو يستون تيله إنك أورا بارك الله لك وبارك فيك وجمع بينك في الخير إن الله كبارك أيه أو سكه كبارك أيه إسر قال لي كبر الله كبارك أيه أرزاق الله بارك أيه إلى هي هذه هي سكن سفره وحنو يبرك أن وحيابا بدون مسؤولية بس ما دكتور ولي ما أنت لا يعيش كين مايو بحوي إلى حاس لاجا مر روين ما كان مسؤول لي من مسؤول بس يا وضي بقى هاي مسؤولية بقى جبر الإسلام يدعو على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حطي هي يعني كوسة حراطي إلهي كجبر كوسة مفل ودرو قادو يعني خاضر كده مرة ودور إيه ده نو واجبات بسارن وها إيه ده حق دورته إن عرض يعني على السوق إن أي دفع يعني فرد ويشوف سيدا الله يسمح يسخره طبعا هو دي اللي بشوف لكن هو قاعد يا ورف يا دنا هذه قال لك هو حقه أكيد يا جال هذا سيدا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهريه قاعد بينه كل لكن أخلاقه دي هي الدلغات في يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو يشهد بالشرين إن أتشهد يدور حقيقة ذلك إن أتشهد يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي إنه ولي بقى وكم خير بني إن أهير أبسي ونكسي أي أن أنا أريها يا مثلا هي أقوم ونكسي أقوم سمحة بطلع بارك الله لك وبارك فيك وجمع بينك بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله ما شاء الله.